الحقيقة الجائزة مستحقة، يعني ممكن تكون إحنا كمصريين شهادتنا مجروحة، لأن دي مؤسسة من مؤسسات بلدنا، ولكن يكفي إن إحنا نقول وجهة النظر اللي اتغيرت عما كانت عليه قبل عقود سابقة، يعني قبل 20-30 سنة كنا بنشوف ساعات إن في مجتمعات عمرانية أو مدن جديدة بتنشأ وتقعد منشأة العمارات بتاعتها والشوارع بتاعتها لغاية لما بتبوظ، لما بتبتدي إنها يعني تتقادم. ليه؟ لأن الناس ما راحتش تسكن. ليه؟ لأن مفيش خدمات، مفيش مدارس، مفيش مستشفيات، مفيش وسائل مواصلات تنقل الناس من وإلى، مش مربوطة بأي حياة حواليها، هي معزولة كده لوحدها في الصحراء، مفيش أي خدمات، فبالتالي كان جزء من هذه الأماكن بتنهار أو على الأقل بتاخد وقت كبير عبال ما بتدي أثر والناس تحس بفايدة هذه التجمعات الجديدة. ولكن بدأنا نشوف دلوقتي في السنين الأخيرة لا، المجتمع العمراني بينشأ وهو جاهز 100% على السكن، والناس بتعيش فيه من أول يوم وهو كامل المرافق. برحب بالدكتور عبد الخالق إبراهيم مساعد وزير الإسكان. دكتور عبد الخالق، ألف مبروك هذه الجائزة، مش بس ليكم هيئة المجتمعات العمرانية ولكن لكل مصر. ألف مبروك يا فندم، وألف مبروك للدولة المصرية والمجهودات الوزارات المختلفة ومنها طبعا هيئة المجتمعات العمرانية. أكيد الأمم المتحدة وهي بتقدم لحضراتكم هذه الجائزة بيبقى فيه زي حيثيات فوز هيئة المجتمعات العمرانية بهذه الجائزة العالمية لسنة 2021، يا ترى كان إيه هي هذه الحيثيات من وجهة نظر الأمم المتحدة اللي هيأت يعني أو أدت إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية ومصر تنال هذه الجائزة القيمة والمهمة على مستوى العالم؟ والله طبعا هي مسألة أن احنا بنتكلم على العمران المستدام. خليني يعني اوضح لحضرتك يعني كلمه المستدام للساده المشاهدين، هي الاستدامه هي ضمان ان المدينه دي طبعا مشاكلها الحاليه بتتحل وبتستمر للاجيال القادمه بالحفاظ على مواردها اللي موجوده. طيب احنا بنقول احنا هيئه المجتمعات فازت ليه بالجائزه؟ لان بخلاف المجتمعات العمرانيه الجديده، لان هيئه المجتمعات خليني اقول لحضرتك ان هي بنت قبل كده في الاجيال السابقه حوالي 22 مدينه. بالتاكيد احنا المدن الجيل الرابع اللي بيتم تنميتها دلوقتي وبشكل سريع اللي هي بيوصل لحوالي 25 مدينه في زمن اللي هي في الفتره من 2014 ل 2021، بالاضافه الى انشاء المجتمعات العمرانيه الجديده اللي هي طبعا بتطبق مبادئ الاستدامه ومبادئ العمران الذكي. هنيجي نقول للناس بعد اذن حضرتك يعني ايه مستدامه؟ يعني المدن الجديده اللي بتطلع والمدن الذكيه يعني ايه مستدامه ويعني ايه ذكيه؟ طيب خليني اوضحها اكثر. احنا الاستدامه فيها اكثر من بعد، بس البعد اللي احنا هنركز عليه في المكالمه، لان طبعا الموضوع كبير يطول شرحه، الاستدامة الاجتماعية أو جودة الحياة. والحقيقة هي دي اللي بشكل أساسي الجائزة اتكلمت عليها، وإن إزاي المشروعات اللي تخص لوزارة الإسكان أو هيئة المجتمعات رفعت وحسنت من جودة حياة المواطن. وده الحقيقة برضو ده يتماشى مع استراتيجية حقوق الإنسان اللي أطلقها سيادة الرئيس من حوالي أسبوعين فيما يخص ايضا جوده الحياه. طيب زي ايه يا فندم بالظبط؟ اول حاجه في الحياه اللي هي لو بتكلم من ناحيه العمران السكن، يبقى اول حاجه ان احنا نوفر سكن ملائم وميسر ومدعم للفئات المختلفه. وعشان كده هيئه المجتمعات دلوقتي والدوله المصريه بتشتغل في اكثر من قطاع، يعني هي بتدعم الفئات محدوده الدخل وايضا بتساند وبتتيح وحدات للفئات المتوسطه وفوق المتوسطه. ليه؟ لان هي دي العداله في جميع فئات المجتمع. واكثر من 70% من الوحدات اللي جاري تنفيذها حاليا، اللي تم تنفيذها يعني في الفتره اللي فاتت، هي للفئات المحدوده الدخل، لان هي دي الفئه التي تحتاج فعلا الى دعم حقيقي. طب حضرتك شايف ان قرار البنك المركزي النهارده بمد مهل فتره التمويل العقاري بدل 20 سنه تبقى 25 سنة لمحدود ومتوسط الدخل، شايف حضرتك انها بتتماشى اكيد مع التوجه ده؟ بالظبط هو ده يا فندم. في العلم، علم الاسكان، في حاجة اسمها السكن الميسر، اللي هو الميسر اللي هو في امكاني انا كمواطن ان انا احصل عليه، بنسميه افوردبل هاوسنج بالانجليزي، ان انا اقدر ان انا بمقدرتي وباستطاعتي ان انا احصل على هذا السكن.
النقطة الثانية في الملف بتاع جودة الحياة اللي هي تطوير المناطق العشوائية، الحقيقة ده ملف كبير، ووزارة الإسكان كانت شريك مع جهاز تطوير العشوائيات في تطوير العديد من المناطق العشوائية وإزالة الخطر عنها وإزالة القبح اللي كان بيصيب العمران. النقطة المهمة برضو، ودي اللي برضو التقرير تطرق إليها، اللي هي جودة العمران نفسه، إن إحنا عايزين نقلل من معدلات التلوث والانبعاثات الكربونية اللي موجودة في التكدس اللي نتجت من تكدس العمران. طبعا طب عشان نعمل كده نعمل إيه؟ أول حاجة لازم نفتح مساحات خضراء أكبر في قلب القاهرة أو قلب المدن المصرية. فمثلا على سبيل المثال، إن كانت هيئة المجتمعات الشريك الأساسي في تطوير بحيرة متحف الحضارة اللي هي عين الصغيرة، في دلوقتي شغالين على تطوير وإحياء حديقة الأزبكية، في أيضا مع دولة رئيس الوزراء حديقة أو حدائق تلال الفسطاط اللي هتبقى أكبر حديقة أو أكبر مجموعة حدائق في القاهرة، في مشروع ممشى أهل مصر أو كورنيش النيل اللي طبعا بيتيح رائع. مساحات خضراء كبيرة ومناطق خضراء. كل ده بيسمح بيه رقم واحد حركة مشاة، استمتاع لجميع فئات المجتمع بالخدمات العامة. وعشان كده كلمة ممشى أهل مصر مثلا على سبيل المثال، أهل مصر يعني معناه إن النيل مخصص لكل الناس، لأن النيل في فترات سابقة كانت أجزاء طيب كتير خليني يا فندم انتهز الفرصه واسال حضرتك، هل في طروحات جديده في الاسكان الاجتماعي والاسكان المتوسط؟ هل الاعلانات السابقه يعني امتى هيتم الانتهاء من قائمه الانتظار فيها يعني، او التسليم الخاص بيها؟ احنا طبعا دلوقتي في مبادرة اطلقها السيد الرئيس من فترة، اللي هي سكن. احنا طبعا احنا كنا شغالين في برنامج الاسكان الاجتماعي لتنفيذ حوالي 1 مليون وحدة سكنية، ودلوقتي بقى اصبح في عندنا برنامج جديد سكن كل المصريين، وسكن كل المصريين بيخاطب كل شرائح المجتمع طبعا اللي هو شريحة الاسكان المتوسط والمحدود الدخل في المدن الجديدة وفي المدن القائمة. فإن شاء الله يعني زي ما بقول لحضرتك، إن إحنا كل فترة زمنية بيظهر يعني إعلان عن مجموعة من المناطق ومجموعة من الوحدات في متوزعة على كافة مدن ومحافظات الجمهورية. النقطة برضو اللي اتفضل. أحب إن أنا أوضحها يا فندم برضو قبل ما نقفل الحديث، إن الجزء اللي يخص أيضا ماذا قدمته هيئة المجتمعات في تحقيق استراتيجية الدولة 2030. انا لما اقول ان انا كهيئه ساعدت او ساهمت في تحقيق الاستراتيجيه ده فمهم. طب ده هيجي من خلال ايه؟ دلوقتي احنا الحكومه او الدوله المصريه بتعمل شبكه من الطرق سواء داخل المدن او صحيح شبكه من الطرق القوميه. صحيح. طب شبكه الطرق دي معموله عشان تعمل ايه؟ رقم واحد ان هي يتبني عليها مجتمعات عمرانيه جديده عشان تساعد ان الناس تخرج بره الوادي والدلتا المكدس وتبدأ تخلق مناطق جديدة واعدة بالتنمية أو بنشوف شبكة ده فعلا تنمية. يا فندم بالطرق الجديده دي، بيبدا تجمعات وبنلاقي حتى قطاع خاص بيروح وبيستثمر وبينشئ حياه في ده. فطبعا يعني عند حضرتك طبعا كل حق، نتمنى باذن الله ان شاء الله يعني تستمر الهيئه وزاره الاسكان في ده. والف مبروك مره تانية دكتور عبد الخالق ابراهيم مساعد وزير الاسكان على هذه الجائزه المحترمه.